طبعا هناك دعوة مفتوحة من الاجتماعات السابقة اللي سواء كانت شركات أو دول من دول جوار دولنا الصديقة أن تنضم للشراكة، وهناك يعني يمكن رغبة من مجموعة من الدول للانضمام، وإن شاء الله بنتظر الأيام القادمة لنشوف ونتحقق من هذه الشركات. هناك طبعا كان إعلان لتسع مشاريع بقيمة استثمارية 2 مليار دولار في توجيه من اللجنة العليا بالعمل على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المناسب ودعمها بالمكانات التي تحتاجها. فإحنا نبغي نشوف نتائج عملية. استثمارات كبيرة، الناتج المحلي متوقع منها كبير 1.6 مليار دولار، مجموعة الوظائف اللي المفروض أنها يعني تطلع مباشرة وغير مباشرة من هذه المشاريع أكثر من 13,000 وظيفة. هناك تركيز على تمكين هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها، وأيضا النظر في مجموعة المشاريع قيد الدراسة حاليا واستشراف مشاريع جديدة سواء تخدم المشاريع القائمة أو مشاريع جديدة للمنتجات تغطي إحلال واردات الدول الأربع. تم إطلاق تسع مشاريع صناعية بين شركات في الدول الأربع، مشاريع صناعية تكاملية قيمتها 2 مليار دولار حاليا كاستثمار، ومثل ما قلنا نتوقع منها ناتج محلي تأثير على الناتج المحلي الإجمالي في 1.6 مليار دولار، وأيضا مجموعة كبيرة من الوظائف أكثر من 13,000 وظيفة مباشرة غير مباشرة، وأيضا نسعى إلى البدء في صناعات جديدة تخدم سلسلة القيمة للمشاريع الحالية.